أولى أخبارنا اليوم، إذ أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه اليوم الجمعة عن مباراة كرنفالية من العيار الثقيل تجمع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه أمام فريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر في شهر يناير المقبل بمسمى كأس موسم الرياض. وستلعب المباراة ضمن موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه والذي ينطلق في أكتوبر 2021 وينتهي في يناير 2022.